في ترندز النهاردة هنتكلم عن الترند سيترز في إيه بقى؟ في اللبس المحتشم. أنا واثقة إن الحلقة دي ستات كتير جدا هتهتم بيها، عشان إحنا النهاردة عايزين نوريكوا إزاي اللبس المحتشم ممكن يكون فيه أفكار كتير مختلفة وحاجات حلوة جدا. مش معنى إنك محتشمة يعني اللبس كله شبه بعض أو لبس ممكن تبقي حاسة إنه ممل، بالعكس ده فيه أفكار كتير حلوة جدا. والنهاردة هنتكلم عن نور، بنت فلسطينية أمريكية فعلا شاطره جدا في اللبس المحتشم. هنتكلم بقى عن كذا ستايل مختلف في لبسها هي. اول لوك هتكلم عنه هو اللوك ده، انا واثقه ان في ستات كتير جدا هيعجبها. لوك كلاسي جدا، محتشم محترم، في نفس الوقت في فكره. اللون الاخضر والاسود في البلوفر حلوين قوي مع بعض، وموضه جدا السيزون ده على فكره. والبلوفر ده من مارك جايكوب، حلو قوي. عايزه اقول لكم بقى ان الجوب دي الطول ده رجع موضه تاني وحلو قوي، وحلو جدا كمان زي ما انتم شايفين ان الشنطه تبقى نفس لون البلوفر. على فكره دي موضه ان الشنطه تبقى لون البلوفر، الشنطه تبقى لون الفستان. الموضوع ده رجع موضه تاني وحلو قوي على نور. اللوك ده بقى جريء جدا، انا شخصيا عجبني قوي. مش اي حد يقدر ان هو يعمل لوك جريء زي ده. طبعا مهم قوي ان احنا نهتم ان احنا نتاكد برضو ايه اللي ليه او ما يليقش علينا، بس ده بصراحه ممكن يليق على ناس كتير. عجبني قوي السلاسل اللي هي حطاها، سيمبل بس فيها فكره، وفي نفس الوقت الروج النبيتي مع ان هي لابسه اسود حلو قوي، هو كمان مع النضاره السوداء فعلا حلو قوي، وده اكيد هيليق على ناس كتير.